السلام عليكم الغزاله، تكديرين لاباس عليكم؟ كلشي مزيان الحمد لله. اليوم شاركت معكم واحد اللقطات ديال العرس ديال اهل السودان. ان شاء الله غتشوفوا معايا واحد اللقطات من العرس، وما يمكنش لي نصور لكم الناس لان نقدروا الناس ما يبغيوش. يلا خليكم معايا البنات تشوفوا ان شاء الله كلشي داكشي اللي دوزنا في العرس. يلا نهاركم مبروك وفرصه ثانيه ان شاء الله. درنا الصف باش نوضو ناخدو الماكلة، كيعيطو بالطاولة بالطاولة. يلا شوفوا البنات شنو حاطين وشنو الماكلة اللي حاطين. الماكلة كانت زوينة، فال داكشي زوين زعما بنين، وتبقيت تاخديه بالطبسيل ولا بغيتي ثاني تمشي تزيدي، وكان سويت وداكشي زوين صراحة.